في الصفحة 90 السؤال السابع عنا، تفضلي. لحظة، عن أي وحدة عم تحكي؟ هاي؟ لما بيجي بيتفتح مش بيبقى زي اللي تحت كده ناقص وناقص لما بيتفك انا اللي هذا بينتشر، بصير أربع حدود، بصير أي طلع أي زائد بي تكعيب، بصير أي مكعب زائد 3A مربع بي زائد 3AB مربع زائد بي مكعب. اللي عم تحكي عنه هي A مكعب زائد بي مكعب، بتصير A زائد بي، بي A مربع ناقص A في بي زائد بي مربع. فهي هي، فبنحسن هلا، إذا هاي بنعوضها هون. تصير A تكعيب زائد B تكعيب، طيب بس هاي فوق كمان راح تصير A تكعيب زائد B تكعيب بتغيرها بواحد. الفوق هاي إذا فكيناها بتصير هاي، وفي عندك زائد 3 A، يعني إنه بتروح هذا الحد وهذا بيروحوا مع السالب هون. احنا ليه فكرنا أصلاً ما مشان على طول بدنا نختصر. لا إذا ما فكرت فيها مستحيل تحليل، دقيقة لازم مش دقائق هو على حسب. وهاي لهون، فهي قلت لك بيروح هذا الحد وهاد بيروحوا مع هاي، شو بيضل فوق؟ بيضل A تكعيب زائد B تكعيب على A تكعيب زائد B تكعيب بتصير واحد دون تحطي ولا رقم، يعني الجواب بيطلع واحد خالص. فالمثلث، إذا نتيجة المثلث دائما واحد، ف بما أنه في مثلث فهون شو ما كان هاد، شو ما كان هاد راح يطلع واحد. راح يطلع واحد. عم صورك، عم سجل. فإذا ما خطرت لك هاي شلون بدك تحلي؟ تجي هون هاد بتحطي لهون، بصير 2 ب 11 مربع 9، فيساوي 2 ب 11 تربيع مثلث 9 ناقص 1 تربيع. بشيل 2 صح، فصار هلا هدول منين بدك تحسبيهم؟ يعني عندك 121 مثلث 8 مثلث 64، يعني 121 مثلث 64 بتيجي بتعوضيهم هون، فتصوري انت 121 زائد 64 تكعيب. خلص راح تفوت كل الامتحان بس تحسبيهم. طيب كمان اسئله غيره في؟ شوف عنا اسئله. الصفحة اللي بعديها أي سؤال؟ هي طريقة معينة أي سؤال؟ أي سؤال؟ الصفحة كلها. طيب الصفحة كلها، السؤال مثلا، السؤال الأول بعتقد إنه في 3 A زائد B هون. فكري من هون لحتى يطلع 6 شو لازم؟ على 15 زائد 2 ما بتصير، انه هاي الثلاثة هي 6 على 2، فإذا قلت 15 زائد 2 على 2 ما بتزبط، فلا حاول من جديد. هي هاي إذا ما علاقة مباشرة، هاي طلعان معنا ناتج هون بالنص، طلعان ناتج هذا الناتج بيساوي 3A زائد 3 2A 3A زائد 3. طيب تعالوا نفكر، 5 و2 شلون بيعطوني 6؟ 15 اللي هي 3A زائد 2 نضربها في 3 ونجمع على 3، ليش بتكون A ضرب B تساوي 2؟ 5 ضرب 2 سالب 2 ضرب 2، يعني A في ب ناقص 2 ب، يعني A. طيب اذا تعي نجربها هون، A في ب 6 A ناقص 2 ب 6 بيساوي
ستة أ ناقص 12 بعيدة. حاول من جديد. ممكن نقطع ثلاثة أول متعادلة دي؟ ارجعي قولي. نضرب الخمسة في ثلاثة 15. 5 × 3 = 15، يعني زائد 3 أ. أيوه زائد اتنين بي زائد اتنين، اتنين بي زائد تلاتة. لا مستحيل تصير يعني يعني خلاص. زائد 2 ب زائد تلاتة أنا بفكر زائد صار 15 19 21. لا استثنين، لا ناقص معلش 3 أه ناقص الرقم، ناقص الرقم 3 أ ناقص شو؟ 2 أه زائد تلاتة. شو 2 أ؟ 3 أ ناقص 2 أ؟ 2 ب زائد تلاتة. 2 ب زائد 3، 3 أ يعني 15 ناقص 4. ناقص 4 11 لا 9 زائد 5 ناقص 9، الرقم ده كله على بعضه اللي هو 2 ب ناقص 3 زائد 3 معلش ده كده على بعضه لوحده في الكورس، يعني 2 ب ناقص هيك. طيب 15 ناقص 3 ضل 12 ناقص 4 شو كنت عم تحكي هاجر؟ لازم انا بحكي. انت طيب تفضل. انا قلت 5 زائد 2 تكعيب على 2 زائد 2 تكعيب على 2 هيك 5 و8 10 على 2 5 على 2 ما تتقسمش بس هون مش ضبطت؟ 35 بيع 2 بيع 2 1. هلا آ اللي هي 5 زائد 1 بتزبط. شو رأيك بهذا الحل؟ طيب إذا طبقناها فوق 6 هي هيك 6 على 2 ب آ زائد 1 6 على 2 تمام؟ 2 على 2 هي 1 ايه. فهلا هون 16 على 2 ب 2 زائد 1 ف 8 ب 3 24. هذا سؤال جميل مش معروف بس ويا استاذ يعني هل الوحيد هو لازم يكون معنا في الامتحان؟ استاذ بشير نور يلا سؤال 13. لحد ما يخلص لا شفت انا ضربت اكس كده اس ب يعني اكس هاي اكس واي فاكس اس واي زائد اكس زائد اكس على واي لا عرفتوا مين هي اكس لا لا على اكس على 2 اكس على 2 اكس على 2 عشان 8 زائد 4 تساوي 12 8 زائد اذا 4 ايه على 2 مو على 1 8 زائد فاذا هون بس نطبقها على اول وحده ايه ده بس مش
تصير 4 أس بي زائد 4. تمام بالضبط. فهلا 2 أس 3 زائد 2 على 2 1 9. برافو عليك يا شطورة. يلا نمبر 10 بس الرقم السؤال 10 36. شو بدي لابسي 42 12 بالذات ناقص 6 زائد 6 عمو 3 ب 6 على 2 ضربهم على 2 زائد. طب انا عايز اعرف 4 او زائد 8 دي لازمتها. ها هي انا شلون عرفت انه على 2 ما هو على يعني ما هي 6 على 2 يعني ليش كتبت 6 على 2 ما كتبت 3؟ لانه طلعتهم ف 8 ب ا على 2 زائد 8 يعني اذا يعني اكس بواي على 2 زائد واي ف 7 ب 4 28 على 2 14 زائد 4 18. سؤال 14 ما حكيت الصفحه يا ضرب تربيع ناقص مربع الثاني ضرب 2 ب 6 لا لا 2 ب 6 12 تربيع 144 صح. ف x ب y مربع ناقص y مربع ف 3 ب 4 12 144 ناقص 16 سؤال 11. شوفي بجوز يكون بيقرب هاي جداعهم على 2 زائد الثاني جداعهم على 3 زائد لا جداعهم طيب الأول ب 2 زائد الثاني 6 9 You take it from the dog. طيب إذا هذا x y x ضرب y ناقص زائد زي وقت زي يلا 15 والله نحن بنقول 15 الجواب 15 اي مكعب على 4 طيب 4 مكعب على 4 يعني 4 مربع ايه تكعيب على لي زائد 4 يا ها وين بجد؟ شلون طلعت 18؟ استنى هقول لك 74 على 4 4 صح والله طلعت صح وهي اي تكعيب على بي زائد زائد يعني 4 مكعب 64 على 4 6 على 4 اللي على 2 على 2 على 4 على 2 على 4 على 4 تطلع 16 زائد ف اكس مكعب على 4 زائد ثابته ثابته ف 2 مكعب 8 على 4 2 زائد 1 3 سؤال 12
سؤال 12 كده كعيب. الأول عيدها الثاني على إكس مكعب زائد واي على 3 8 زائد 2 10 27 زائد 1 28 صح. يلا 16 الأول ضرب صح يعني إكس زائد 2 واي. طيب العملية الثانية العملية الثانية شو؟ مش زائد عملية عملية ليش رسمت بالأزرق لازم بالأحمر؟ يلا فكر بالعملية الثانية لما أنا أرسم. عرفت عرفت العملية الثانية؟ زائد بي على 4 لا هتطلع الثانية صح؟ طلع الثانية صح؟ لا لا زائد بي على 4 لا استنى لا لا زائد بي على 4 ايوه قلت كده انت قلتي زائد بي على 4 ايوه هم اللي كانوا زي بعض لا زائد بي على 4 معناها مثلا 9 زائد بي شوفي 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 القراءه زائد بي على 4 لا او زائد بي على 4 يعني هون يعني إكس زائد واي على 4 إكس زائد واي على 4 فأول شيء بتصير 18 زائد عملية عملية 24 وبعدها بتساوي 18 زائد 24 على 4 يعني 24 6 و 18 يلا عندك غيره أسئلة صفحة رقم 92 السؤال رقم 4 و 8 أربعة وثمانية زائد وعدد الفرق تقسيم ثلاثة زائد تقسيم ايه ده؟ لمين ده؟ مش هتفرق ده بقى اكس الأول الأول ضرب الثاني 4 زائد 1 5 الأول ضرب الثاني 1 وبعدها ناقص 1 ما زبطت حاول من جديد احنا كده اتجننا هذا الأول بس انا هقولها قولي الاول 1 زائد 3 بس انا 1 زائد 3 عادي اكس 1 زائد 3 لا 3 و2 تمام 4 و3 ما بتصفر استنى استنى نمسحه واي اكس زائد 3 3 زائد 6 4 زائد 3 تفوق تفوق مش قادرة خلاص أفريقيوس 12 25 23 يعني لو ممكن تفتح لنا يلا اسألي اي كيو لا باقي لي واحد جدا باقي لي خمس اسئلة باقي لي خمس اسئلة يلا صفحة 93
13 14 12 13 هي الحل. في شخص ما سألني قبلك. إذا هو في ناس قبلنا حلت في الأحمر مجموعة الأولى بس. وكمان 14 14 بس دي استنى استنى يلا أي أسئلة أخرى؟ خلاص صفحة 94 وهنا 94 مفيهاش حاجة؟ مفيهاش حاجة 95 في سؤال سؤال أي سؤال؟ 12 و 15 استنى 95 12 يلا السؤال 12 إكس ضرب واي على 3 الثانية واحدة بقى إكس ضرب واي على 3 عادية؟ لا 12 و 16 إذا شو بدك؟ إكس زائد واي على فكرة أنا حل صح آه شو كمان؟ يلا ال 14 إكس على واي ناقص إكس على واي إكس على واي ثلاثة تمام إكس العشرة زائد واحد ضرب واي سالب والله استسكت كتير من هذا واحد يلا الإيداش والله شفت أربعة وأربعة وأربعة خلاص ما حلت ضل 15 11 تبقى اكس ضرب اكس ضرب 2 لا لا استاذ انت الاداش انت حطيته غلط 11 اكس ضرب 2 ضرب ضرب 2 اكس ضرب لا اكس ضرب 2 هو اللي حللها ايه نفس الشيء ضرب تبديلي ضرب تبديلي يعني اكس ضرب واي ضرب 2 او 2 ضرب ايه ضل 15 لحظه خلينا شيء كلهم هم خالصين يلا ال 15 ال 15 واكيد فيه ضرب وتقسيم اكيد الاول الثاني تقسيم الاول ثلاثه 4 على 4 7 على 1 طيب هو يعني ايش 16 كمان كمان ستوبت انت بقى لا اسمحي لي بعد كده جماعه ال 97 14 15 لا 13 و 15 يلا 13 و14 و15 الأول على الثاني الثاني لا 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 استاذ لا ما بتزبط الأول يعني x سالب على 3 مو التاسع لا التاسع مش ليش ما سألتي عنه لك التاسع لا التاسع حليته أنا حليته 2 x زائد على 3 شو كمان قلتي؟ 14 ال 14 كريه كريه يلا العاشر طب ماشي خرج انت زي كده
خلاص. ايه يا بنت خليكي معنا. شو بدك ال 15 كمان؟ نفس الكراهة. لا. خمسة. خمسة ناقص واحد. الأول الثاني ستة ناقص اثنين. ثمانية ناقص خمسة. هذا الترتيب اللي حكيت فيه مبارح طلع صح. شايفة لما بتكوني عم تحل ماشي هيك بنحله لازم كله يعني بدلي عن اللي قبله ناقص زائد بدل واحد. أيوة شكله مبارح قوي يا رب تحسنا إيه ده معلش إيه ده إيه ده أدوية إيه ده أدوية زائد واحد زائد واحد لا 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 إيه ضل شيء هم إيه زائد واحد ال 12 إكس زائد واحد. إيه. وهون إكس سالب واحد الكل ضرب واي. إيه. كمان غيره. الصفحة اللي بعد السؤال. زائد ثلاثة. تسمع ما بصير x زائد اثنين واحد وخمسة. لا ما بصير تلتمية الله 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 أكبر يا هي 49 زائد واحد هي اللي حلت لي فيني أصلاً أنا فيني ده فيني ولا مين ده فيني مين ده مين ده أساس مين ده؟ هذا كده اسمه الأول التي لكن نواتج تربيع في غير شيء بها؟ تعطينا حلة؟ يلا الثاني x ناقص y تربيع سادس اكس تفعيل سالب واحد انا عرفت من السؤال الاول عم 216 لانه نحن حفظانينه اكس تربيع زائد واحد تربيع ثلاثة تسعة واربعة ايه سابع نفس الشيء إكس تربيع سالب واي إكس تربيع سالب واي فوق 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 كده فوق شوف إكس زائد واي كوب تربيع إكس سالب واي كوب تربيع إكس تربيع زائد واي تربيع تحت إكس تربيع سالب هاي أي دخيل تعرفي الجو أصلاً من التسلسل لا ما دخيله شوفي هون عندك اكس تربيع ناقص واي تربيع ففي لازم يكون في اكس تكعيب ناقص واي تكعيب هاي السادسه شوفي يعني بصراحه انا عرفت انه ليش ما انا ورا بعض طيب 99 في شيء بس سؤال واحد اي واحد 13 طيب التاسع 36 196 64 الوقت تربيع زائد اكس لا صح طول كبره لا لا مو مظبوط الثاني
ارجعي اسمعي شو قلت. 36 196 64 مجموع أضعف. يعني استنى، انه لما ضعفته شو صار؟ صاروا كلهم مربعات، معناتها في تربيع. 4 زائد 2 تربيع 36. ال 13 قلتي لي انت حليتي، هاتي. جميل جدا. عم نكمل بال اكس زائد 2 زائد 4. لقد بورينا. طيب هاي شو بتقرب لها هاي اللي تحتها؟ هاي أكيد يعني إكس مسؤول اللي هو اللي تفعليه. طب لا إكس قرصي من شوف ال14 الجميل. طب 7 6 2 لهون والتربية لهون. ما بيعذب حاله في صناعة التمارين، هي خلاص بيمشي شوي شوي بدل. خلوا الأستاذ هيك من حتى من شوي داعش. ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين زائد ثمانية تسعة وعشرين. أربعة في ثمانية بثلاثة وثلاثين زائد ثمانية أربعين. أربعة في تسعة بستة وثلاثين زائد ثمانية. ليش زائد ثمانية؟ من كل قربتي ضربهم زائد انت الثمانية فرقهم ضرب اثنين. هون فرقهم اربعة باثنين ثمانية، هون فرقهم خمسة باثنين، انت ناقصك عشرة. فرقهم يعني مثل ما صار شيء ال15 والله ما هلا كنا عم نضرب باثنين هلا بدي لا اسمع على اثنين 49 شو بدها تصير 52 زائد 9 هلا بنزود اكس على 2 بعد شوي بنزود واي على 2 او بنقص اكس على 2 لا ما زبطت ضربهم زائد 2 يفرقهم ضربهم لا غير 36 الاول الاثنين دول باثنين لا مجموعة اكس زائد واي كلهم باثنين طيب جربي على الثاني ما بتصير على الثاني خلاص طب ممكن يصير على الجواب بدنا نبيه حلو محطوط
شو عندك أسئلة كمان؟ خلص أنا خلصت. حد عنده أسئلة؟ سكر الفيديو.